يقول لو ترجع تصير طفل يوم واحد تصير طفل ترجع بالزمن، اذكر شيء تستمتع وانت تسويه. اللعب، الذهاب للملاهي، اللعب، 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 صح. وشو اللي تستمتعين تسوينه لو رجعتي بزمن؟ سعد يقول ملاهي، انا احنا بزمننا ما في ملاهي، في دنانه وشعاب. وش في؟ انت وانت صغيره ايش تحبين؟ ولا ما تذكري؟ انه تلعبين بيش؟ الالعاب قالوها الان كل انواع الالعاب للطفل غير الالعاب. تقدر ترجع طفل ليوم واحد، اذكر شيء تستمتع وانت تسويه. يعني عمل اي شيء، اي شيء يسويه الطفل. مو بالضروره لعبه، اشياء ثانيه يسويها هو بعد. ما في محاسبة. وش شيء هو يستمتع وهو يسويه، يلعب فيه، يقوله، يعني قصدك انه يصير ايش؟ لا مسؤولية، يعني يصير فلتان ما عليه احد ان ينشده. البعد عن المسؤول، البعد عن المراقبة، البعد عن المراقبة له. لطيفة بدك تسويه ترجع تسويه وانت طفل تستمتع. لا مسؤولية ذي لأنه ما بيحس بشيء. لا وش الثاني غيره؟ غير اللعب؟ النوم. النوم. طفل صغير، ترجعين طفل صغير تنامين ما عندك مسؤوليه ولا احد يسال عنك، وتلعبين 24 ساعه على التنامين. وش تسوين؟ مشاهده التلفاز. مشاهده التلفزيون. المشاهدة التلفزيون المشكله انا ما ينشب فيها الواحد الا الكبار. سعد شو بدك تسوي وانت صغير؟ قل اللي تسويها انت حتى لو انها يعني شويه حركات نصكم. التخريب. الخراب، الخراب، هذا الخطأ الثاني. ياسر بن جبل رحاب، رحاب طفل، بترجعين طفل وش ودك تستمتعين فيه وانت تسوينه؟ الشيء كنت تنبسطين لما تسوينه. وش تسوي الطفل يفرح الحين؟ أنا لبس، لبس العيد، يعني له فرحة. لباس العيد أو الجديد. خطأ الثالث.